برضو من ال... لو احنا حضرتك بتتكلم عن اول مباراه كانت امام طنطا كانت في كاس مصر، لكن اول مباراه في الدوري كانت امام الاولمبي، نادي الاولمبي وقتها، والنادي الاهلي كسب 2، وكانت دي اول مباراه لكابتن عصام برضو في الدوري الممتاز. كنت محظوظ بانه يعني عندي دايما المدربين بيدوني ثقه، يعني عشان كنت صغير في السن، فكان دايما في اهتمام قبل ما تطلع قصه الاعداد النفسي والكلام ده. هم كانوا يعني، وخصوصا مصطفى حسين، مصطفى حسين فضل يعني يوجهني وفي ظهري حتى بعد ما سبته وطلعت الدرجه الاولى. هو كان بيعتبر نفسه لسه يعني اب لي، اب ليا، وبيكمل. وبعد كده طبعا كان مين مدربك في الدرجه الاولى وقتها في الفتره دي تفتكر؟ مدرب حراس المرمى. حراس المرمى كابتن عبد الجليل. كابتن عبد الجليل، كابتن عبد الجليل حراس المرمى العظيم. لا، كابتن عبد الجليل برضو ده استفدت منه جدا يعني. لانه كابتن عبد الجليل كان يعني بيخليك علمني ازاي اقرا الفرود وهو داخل، ترى فكر المنافس بتاعه، ارى فكر المنافس من اتجاه جسمه. فهو الحقيقه لان هو ما كانش طويل القامه، لكن كان عنده تكف عالي قوي. فكان بيمرني في الرمل كتير جدا علشان رجليا تقوى للتكف العالي. ده فادك بعد كده جدا جدا. يعني هو اسسني يعني الحقيقه، يعني صاحب الفضل الاول كابتن عبد الجليل الله يرحمه. كانت اول مكافاه من النادي الاهلي مع كابتن مصطفى حسين ابو الاشبال كانت 5 جنيه. ايوه. لكن طلعت بقى الدرجه الاولى واترقيت، وكانت المكافاه كام بقى وقتها في النادي الاهلي؟ يعني كنت ممكن اتحصل لي كده في الشهر على 40 45 45 جنيه. في الستينات كان مبلغ كبير طبعا. لا، ده كان يعني يخشى عليا من الفتنه يعني، من الفلوس دي تبوظ يعني. انا بس عشان الاجيال اللي دلوقتي تسمع الجيل العظيم اللي ادى لمصر وادى للكوره وادى للرياضه، كان المقابل قد ايه؟ كان الهدف كله اسعاد الجماهير يعني. هو احنا يعني